بسم الله. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل ماس، انزل هنا الاقي عندي سوليد، بتلاقي اشكال كتيرة تقدر تعملها بسهولة، زي ان انت تقدر تشكل وتقدر تدمج الحاجات مع بعض، تعملها جوين وتعمل فصل بينهم وتلغي نقطة او تعمل فيليت زي ما انت عايز. لو من اللي بتاعت 3 دي ماكس، انا اقول له انا عايز عنصر عادي، ممكن اكتبهم هنا اوتوماتيك وراح احطهم مرة واحدة، يعني اعلم كده واكتب الماسات اللي انا عايزها، مجرد ان انا ادوس خلاص هاي هيتحط اوتوماتيك. تمام زي ما احنا شايفين. تمام طيب انا عايز ابدا اشوف موضوع الادوار اللي عندي. طيب انا عندي هنا عايز ازرع الادوار، هاجي هنا في البيلدنج ديزاين اقول له فلور سيلكتور، ده الدور الاول الثاني الثالث، اقدر اغير من على طول، اكتب الرقم اللي انا عايزه، اختار الدور اللي انا عايزه. لو انا عايز ابدا اظبط هدخل هنا في فلور مانجر، لو انا عايز اعدل حاجه معينه. طيب خليني في الدور الاول، عايز ابدا اعمل السبيس بتاعته، فاروح للاركتكشر اقول له انا عايز اعمل كريت سبيس، فبيديني اداه الكريت سبيس، ممكن ارسم السبيس او سيلكت الشيب او فلوت اريا. اروح انا مختار الدور الاولاني واروح ايه مختار الشكل بتاعي اهوت. تمام بعد كده اقول له انا عايز سبيس تانية في الدور التاني، واروح مختار الشكل كده، يبقى هو عمل لي برضه في الدور التاني زي ما احنا شايفين، الدور الاول والدور التاني. تمام اقول له انا عايز في الدور التالت، واحدد ان انا اعمل في الدور التالت، فكده بقى عندي كذا سبيس. تمام لكل دور، وطبعا ممكن اختار من هنا نوع السبيس اللي انا عايزها. تمام انا عندي هنا الدور 15 متر في ديت، ممكن عندي هنا في الول الكريت وول فروم سبيس اختاره واقول له انا عايز السبيس بتاعتي تبقى 15. تمام ومجرد ان انا اجي هنا اقول له مثلا انا عايز 15، حدد السبيس بتاعتي اهوت. تمام خلاص هيبدأ يرسم لي الحيطان اللي هي 15 متر.